المستقبل والماضي متجاوران في برلين. الفن المعماري لمدينة برلين يعكس تاريخ المدينة العريق. تأسست قبل 775 عاماً، حيث كان هناك جسر يصل برلين بمنطقة كولن ماراً فوق نهر شبري في العصور الوسطى، وشكل اتحاد المنطقتين السكنيتين التجاريتين نواة مدينة برلين. المؤرخ بيتر شويركمان مختص بتاريخ مدينة برلين. كان التجار يأتون إلى هنا من مختلف الاتجاهات لبيع الأسماك القادمة من بحر البلطيق أو البيرة من هامبورغ أو الأقمشة من فلاندرن، وكانوا يأخذون معهم الأخشاب وبضائع أخرى. كنيسة نيكولاي هي المبنى الوحيد الذي يعود تاريخه للقرون الوسطى، وتعتبر أقدم مبنى ما زال قائما في برلين. أما الحي السكني المجاور لها فقد أعيد بناؤه قبل عدة عقود حسب النموذج التاريخي الذي كان قائماً في الماضي. هكذا كان يبدو المنظر هنا قبل أكثر من 100 عام، أي قبل أن يتم تحديث المكان بصورة جذرية. ورويداً رويداً بدأ مركز برلين بالانتقال إلى الغرب. تم تشجير طريق الخيالة الواقع أمام قصر المدينة في عام 1647، وكانت تلك بداية إنشاء قصر بوليفار في شارع أنتردن لندن، وازدادت فخامة الشارع مع صعود قوة بروسيا. وساهم الملك فريدريش الثاني في تشكيل معمار الشارع في القرن 18، وكان يريد للشارع أن يعكس الروح المنفتحة لبروسيا آنذاك. بالقرب من الشارع الذي كان رمزاً للسلطة تم إنشاء مراكز مختلفة، وهي ما يمكن تسميته بلغة اليوم مركز المدينة، أي منطقة التجارة والبنوك. وتطور الشارع ليصبح الشارع الأكثر حيوية في المدينة، وكان يعتبر الشارع الذي يظهر قوات السلطة ابتداء من دخول نابليون بونابرت وحتى الحقبة النازية. فالكل استخدموا شارع أنتردن لندن كرمز وكمظهر لسطوتهم بين برلين الشرقية والغربية. هنا وإلى جهة الغرب قليلاً تقع ساحة بوتسدام التي تعتبر المنطقة الأكثر حداثة في برلين، وحول الساحة مبان بمعمار عصري متميز في المنطقة التي كانت تعد من أطراف المدينة قبل 200 عام. وفي القرن العشرين تم استخدام نظام الإشارات الضوئية لأول مرة في العالم في هذا التقاطع المزدحم، وحول الساحة ظهرت مراكز الترفيه. ولكن الحالة تغيرت فجأة عندما بني جدار برلين عام 61، ومن الأبراج كان السياح في برلين الغربية يلقون نظرة على المنطقة الفارغة بين طرفي المدينة. أما بعد توحيد ألمانيا فأصبحت المنطقة الفارغة أكبر موقع لتشييد المباني في أوروبا. بعد عام 1990 استعاد هذا المكان التاريخي وظيفته وأهميته، ألا وهي بوابة برلين والمدخل إليها. فكرة بوابة المدينة تجسدت في هاتين العمارتين العاليتين. أما مسار جدار برلين فيمكن تتبعه من خلال هذه الحجارة المرصوفة. وفي الجهة الغربية للمدينة يوجد مركز المدينة الغربي كورفرستندام، وقد تم توسيعه في النصف الثاني من القرن 19 بعدما كان حياً سكنياً راقياً مشهوراً بحدائقه الجميلة. بمرور الوقت انتقلت مراكز تجارية وترفيهية كثيرة لشارع كورفرستندام، واختفت الحدائق وحلت محلها الأرصفة، ثم ظهرت محلات تجارية كثيرة استخدمت نوافذ العرض الزجاجية لعرض بضائعها. وسط المدينة التاريخي حيث كان ينتصب قصر المدينة ذات يوم أمس موقع بناء هائل، حيث سيبنى خلال أعوام قصر جديد هنا، ولكنه سيحمل اسم هومبولت فورم.
وسط برلين التاريخي يمر بمرحلة إعادة إنشاء في الوقت الحاضر، فالتجديد من تقاليد مدينة برلين العريقة.